عايش لغنياتي كان عنوان العرض الذي دشن به النجم التونسي والعربي لطفي بوشناق المهرجانات التونسية بافتتاح المهرجان الأعرق والأشهر في تونس وفي المنطقة، مهرجان قرطاج الدولي. عايش لغنياتي اختصر 50 عاما من رحلة فنية ورحلة موسيقية للمطرب والفنان التونسي لطفي بوشناق، كرم من خلالها العديدين من نجوم الفن على غرار سيد علي الرياحي، صليحة، وعديد العازفين كذلك، وأيضا عازف المالوف المشهور الطاهر غرسة، المرحوم الطاهر غرسة، وعديد العازفين مثل الموسيقار صلاح المهدي والعديدين العديدين. قلت في بوشناق غنى أمام مدارج يعني تجاوزت ربما الـ الامتلاء، لأن كل الحضور كان قد اقتطع التذاكر قبل أيام، وتم الإعلان عن أنه سولد أوت حفلة لطفي بوشناق. يا أحلام غنى أنا عربي أصيل أغنيته الشهيرة لطفي بوشناق. يا طالع الفوق. لا ما غنى، لا ما غناش أنا عربي أصيل، لا ما غناش، قال غنى أحنا الجود أحنا الكرم أحنا الشهامة أحنا الهمم، التونسي الحر الأصيل شامخ على كل الهمم الله. على كل القمم، وغنى عديد الأغاني الأخرى، غنى لفلسطين، غنى للعروبة، لكن أغاني أخرى، غنى القديم التونسي